دخلت في قائمة وطنية. بدأوا يتكلمون الكثير أنه، وآخرها أحد الإخوان القادة السياسيين اللي ما أريد أذكر اسمه، قال خالد العبيدي خسر نفسه. وأعتقد بالعكس ما خسرت نفسي يعني، ولكن أحد الأسباب لأنه أنا ذهبت في قائمة وطنية. يرفضون هذا الشيء وبدأوا يثيرون دعايات كثيرة، خالد العبيدي راح مع حزب الدعوة جناح العبادي وراح يأخذ أصوات السنة يوديها إلى حزب الدعوة. هذا وطبعا تشوف يحاولون، شوف الآن، ودائما هذا تأكيد على كلام سابق، ودائما كنت أذكر أقول كثير من السياسيين الطائفيين يتعاونون ويتخادمون بينهم من أجل إجهاض أي مشروع وطني، لأن هاي المشاريع الوطنية تكشف حقيقتهم أمام الشعب العراقي. ليش خسرت نفسي؟ هل أسأل، هل اللي يجيب أعلى الأصوات في محافظة نينوى في هذا الظرف الصعب وثاني أصوات على العراق وهذه الثقة العالية والأمانة الكبيرة اللي حملناها الشعب العراقي وإن شاء الله نكون جديرين بها، هل هو خاسر؟ أم أسأل هذا السؤال، أم من كان، أم من تسبب في نزوح الملايين من العراقيين ووقف متفرج على أوجاعهم ومصائبهم وهو يتقلد منصب في الدولة العراقية؟ من هو الخاسر، خالد العبيدي أم الشخص اللي تكلم؟ حقيقة كلا الأخرى أنه بدأوا يوجهون الاتهامات، خالد العبيدي جزء من حزب الدعوة جناح العبادي وسيذهب بأصوات السنة إلى حزب الدعوة، والآن في هاي الأيام ذهبوا مهرولين إلى الأخ العبادي اللي يدعون أنه هو جزء أو جناح حزب الدعوة الآخر، واتفقوا معه ويحاولون أن يتفقوا معه ويتحالفوا معه على ضوء أو بالمقابل أن يسندهم أو يدعمهم لاستلام مناصب في الدولة العراقية. يعني وأتحدى أي سياسي من الموجودين من 2003 إلى حد الآن وكان يعزف على الوتر الطائفي، مو بعد الانتخابات جاء وتحالف مع اللي كان يدعي أنه هو يدافع ضدهم، تحالف معهم. هؤلاء السياسيين المصالح تحكم، تحكم يعني، بس ما تركوا شيء لا لمكونهم ولا لشعبهم، تركوا مدن مدمرة، مخيمات كئيبة، فقر مجتمعي كبير، مأساة إنسانية أعتقد سيعاني منها العراقيين.